اليوم رح يكون محاضرتي اسمها ستايل يليق بك، رح تحكي عن كل موضوع المظهر الخارجي تأثيره علينا على محيطنا على كتير عوامل اللي خصها في حياتنا اليومية. رح نحكي كمان عن تعزيز الثقة بالنفس من خلال مظهرنا الخارجي. اليوم صرنا نشوف قديش في تأثير للمظهر الخارجي علينا وعن نفسيتنا. كمان كتير مهم نحكي إنه ستايلنا ومظهرنا الخارجي هو مش دائما بس إنه نشتري أواعي جديدة، هاي كمان رح أحكيها لأنه هذا الموضوع كتير مهم نتناوله. بنفع من خلال الملابس اللي عنا نلبس عدة لبسات وكل مرة نطلع بلوك أنيق وجديد. قديش مدى تأثير ملابسنا علينا بالمجتمع اليوم وبشكل خاص وبشكل اجتماعي؟ اجتماعيا اليوم احنا متواصل من خلال مظهرنا الخارجي، من مرر رسائل غير كلامية، مين احنا، منين جايين، شو مهنتنا، مكانتنا الاقتصادية الاجتماعية، كمان مرات مكانتنا العاطفية وميولنا السياسي ميولنا الديني، كتير اشياء اللي احنا من خلال مظهرنا الخارجي من مرارة بدون ما نحكي. فاليوم صرنا نشوف عدة تأثيرات اللي بتأثر علينا وبتأثر على محيطنا من خلال التواصل، من خلال تأثيره على مدخولنا، حتى على علاقاتنا العاطفية. كناشطة في هذا الإطار في كل توعي في موضوع تلويث البيئة في إطار الملابس، كتير بشجع بأية فكرة استهلاك الملابس إيد تاني. أنا عن نفسي كمان لابسي فستان اللي هو إيد تاني فينتج من مجموعة دولاب، هذا المشروع اللي أقمته جديد اللي هو يعني مضاد للموضة السريعة. اليوم أنا كمنسقة مظهر وستايلست كتير بشجع إنه نلبس ملابس إيد تاني، مش شرط إنه نشتريها كما ملابس إيد تاني، ممكن نأخذ من صحباتنا من خواتنا، ممكن نلبس أواعي اللي هي أب سايكلت يعني اللي إعادة تكريرها، ملابس إعادة تدويرها، ونشتري ملابس اللي هي بجودة عالية كاستثمار وليس كاستهلاك. اليوم فكرة ملابس مبيعات إيد تاني إشي كتير منيح، لازم نذوته إحنا كنساء بالمجتمع اليوم اللي بدنا نغيره، بدنا نقوم لكل موضوع الموضة السريعة للتوعية حتى للجيل الصغير. اليوم احنا الكرة الأرضية تاني ملوث للبيئة هو الملابس، فكتير مهم احنا كنساء مجتمع رياضيات انه نسعى لانه نلاقي بدائل الاستهلاك الزائد تبعنا، وانه بينفع تكون أنقتنا مش حساب الكرة الأرضية. فأنا كتير بشجع وبأيد تكون رسالتنا هي انه نرتدي التغيير اللي بدنا اياه بهذا العالم، وبنفع نلبس ملابس إيد تاني طبيعي وشرعي، وحتى كمان اليوم أكبر المشاهير بيلبسوا ملابس إيد تاني. اليوم إحنا عنا برنامج اسمه ستايل يليق بك. بهذا البرنامج إحنا عاملين محاولين نغطي عدة أهداف، منها طبعا الأول وهدفنا اللي دائما نشتغل عشانه هو دعم المستشفى الإنجليزي، المستشفى الناصري. الدعم مش بس مادي وإنما دعم معنوي، يعني بدنا كل الناس تهتم وتعرف وتشوف قديش في مهنية في المستشفى، كون المستشفى عمال يحتفل 160 سنة في خدمة المجتمع العربي النصراوي ومنطقته. فإحنا بالفعل حاسين إنه في علينا واجب تجاه هذا المستشفى اللي كل أهدافه هي خدمة الشعب والناس المحتاجة. وبدنا المزبوط إحنا بهذا خلال هذا البرنامج إحنا عم نعمل أهداف تانية، عمالنا نقرب الناس على بعض، عم نحاول نعرف الناس على فكرة الستايل اللي ممكن يكون أشياء مستعملة نستعملها ونلبسها كمان مرة وما فيها ولا أي ضرر، حتى ما يعني عم نحاول نذوت أفكار وميول وتفكير نسائي جديد. يعني هو مش بس المرأة، كل الدنيا صارت تهتم بالمظاهر وبالأشياء الخارجية، فإحنا اليوم وصلنا لمرحلة إنه صار المظهر يسبق كل إشي. طبعا هو العين اللي بتشوف بالأول، يعني مزبوط المظهر له حق وبعطي تأثير، ولكن قديش الاستثمار في المظهر وقديش الاهتمام بالمظهر على حساب الأشياء التانية، على حساب الجوهر، على حساب العلم، على حساب أمور تانية، هذا السؤال الأهم برأيي. إحنا رسالتنا اليوم أولا تكريم السيد ساهر عوكل. ساهر شاب كتير كتير عظيم وقدم للناصر وللمجتمع العربي في موضوع التصميم، فإحنا عم نشكره ومنكرمه، واليوم منعرف الناس كمان مرة على المستشفى، ومنحاول نبث فكرة شراء الأواعي أو الثياب المستعملة بالذات للحفلات وللبرامج الرسمية. يعني الفستان اللي بنلبس مرة بعنيش إنه نعلقه بالخزانة للعمر، بنفع نستعمله كمان مرة، مش مهم إذا نفس الشخص أو حدا تاني. منحضر له إلنا فترة وإحنا كتير متشوقين نشوف البرنامج على الواقع، وإن شاء الله إنه بيكون ناجح. شو أهداف البرنامج؟ واحدة من الأشياء اللي إحنا بدنا إياها للبرنامج أول إشي منعرف الستات على قيمة الأواعي المستعملة، يعني نذود حب العطاء والأواعي المستعملة اللي بتكون عند الستات يحاولوا يتبرعوا فيهن لمؤسسات ويكون رايح لإشي خيري. إلى ماذا اليوم المرأة بتهتم بمظهرها الخارجي؟
المرأة بتهتم بأشياء كتير، ومن أهم الأشياء اللي بتهتم فيها مظهرها الخارجي. بس اليوم إحنا عم نثبت بهذا اللقاء بهذا البرنامج تبعنا إنه مش كل إشي جديد هو الممكن يكون حلو، ممكن الأشياء القديمة كمان هي تكون حلوة ومناسبة للستات أكتر من الأشياء اللي موجودة بالسوق. فعشان هيك إحنا بدنا نشجع الستات إنهن يرجعوا لخزاينهن القديمة ويستعملوها ويفرحوا فيها. واحدة منها إنه إحنا كمان الستات يهتموا إنهن يبطلوا يشتروا دائماً كتير، يخلوا اللي بالخزانة ويستعملوهن، لكن يعملوا عليهن شوية تغيير، شوية إكسسوارات جديدة. وبنفس الهدف الأساسي طبعاً الريع، هذا المشروع اللي رايح للمستشفى الإنجليزي، للمؤسسة اللي هي بتخدمنا كلياتنا من كبير لصغير. هو اليوم الهدف إنه غير إنه نجمع نساء البلد ونعرف اليوم النساء على، نحكي أكثر عن الستايلينج وعن أهمية الألوان وأهمية الستايلينج لكل مرة اليوم فعالة بالمجتمع. وكمان مفاجأة إنه الملابس الإيد تاني كتير مهم إنه شوي نوعي ونعطي شوي ثقافة بهذا الموضوع، وأهمية إنه الواحد بيقدر اليوم يشتري ملابس إيد تاني. فاليوم هذا الإيفنت بتخيل فيه له عدة أهداف، والهدف الرئيسي منه كمان التبرع لمستشفى الناصر الإنجليزي. ففي عدة مشاريع بهذا الإيفنت. المرأة بتهتم كتير بمظهرها الخارجي بشكل يومي، حتى بتخيل إنه في نساء اللي بيهتموا كمان بتواجدهن بالبيت كيف يكونوا بأي مظهر. فالأهمية موجودة وعم بتزيد. أعتقد يمكن تكون غريبة الفكرة لنا اليوم إنه نيجي نشتري ملابس يد تاني، بس إحنا مجبورين نحط على أرض الواقع أهمية الموضوع هذا، لأنه كمان يعني في مشكلة معينة إنه الواحد يشتري قطعة ويحطها لمرة واحدة يلبسها. فكمان إذا بنحكي على مشاكل البيئة، جزء منها صناعة الملابس اللي عم بتكون بشكل كبير بكل العالم، وبسبب لأنه الناس عم تلبس القطعة مرة ومش عم تقبل تنعاد. فإنه نلبس اليوم قطعة ملبوسة أو نشتري قطعة ملبوسة هو جزء من إنه كمان الواحد يحافظ على بيئته. يعني حالتي جدا بسيطة، هي إنه نحافظ على المظهر المزبوط، ومش كل إشي ترند موجود هو بيلبق لنا ولا بيلبق لنساء. وأنا إسا تقريبا عم بحكي أكتر نساء وكمان رجال، مش كل شي ترند موجود هو عمليا بيلبق للجميع. بس اليوم المحاضرة اللي رح تكون بتخيل إنه رح تساعد أكتر إنه الأشياء الموجودة عنا تلبق لأجسامنا ولشخصيتنا وللمكان اللي رايحين عليه. فما فيش نصائح غير إنه نهتم شوي بالأشياء اللي موجودة عندنا قبل ما نجيب أشياء جديدة. الترند هو عملياً كل يوم اثنين وخميس بطلع أشياء جديدة، مظبوط، ولكن الأشياء عم تعاد حتى بالستايل القديم تبع سنين قبل، اليوم عم بيعدوها يمكن بألوان تانية، ويمكن كمان في ألوان اللي عم بتكون يعني اليوم وكانت بالسبعينات والثمانينات. فبتخيل إنه كله عم بنعاد، يعني فيش أشياء قديمة. طبعا انا بايد الاشي، خاصه انه احنا عم نحكي على اشي جديد كتوعيه اليوم بمجتمعنا. ملابس يد تاني هي مش شرط تكون ملابس اللي جودتها اقل او قيمتها اقل، وانما احنا هون عم نحاول نقول انه في توعيه لقيمه القطع، لجوده القطع، بالاضافه لانه عم نحكي عن حدث اللي فيه تبرع وفيه عطاء. وحلو كتير انه احنا اليوم لما بنقدر قيمه وجوده القطع تبعتنا انه نيجي ونستخدمها او نعمل فيها هاي الخدمه الحلوه اللي هي عمليا احنا نعطيها لكمان شخص بمبلغ اللي هو اقل من هذه المبالغ نستفيد، وطبعا كمان اشخاص تستفيد. صراحة أنا بحس إنه مجتمعنا بعده مش واعي لهاي النقطة، بعدنا بنتعامل مع الموضوع زي وكأنه إذا إحنا استخدمنا قطعة اللي هي التانية وكأنه إحنا عم ناخد شغلة اللي هي أقل قيمة أو بتقلل من قيمتنا ومن نفسنا ومن ذاتنا. بعتقد إنه هذا موضوع اللي مفروض تبلش فيه التوعية بمجتمعنا، خاصة إذا عم نحكي على استهلاك ذات جودة وذات قيمة وأقمشة بمستوى عالي ومظبوط. أنا جاي أدعم، أنا جاي هقدم كمان هدية للنساء، بما أنه عم نحكي قاعدين على قطع ذات قيمة وذات جودة، وعم نحكي على قطع اللي ممكن أنها تبقى معنا وترافقنا، وعن استهلاك مظبوط. أنا صاحبة امتياز لشركة الأزياء آيس كيوب، أنا جاي هقدم هون هدية لكل امرأة.